نزله ورفعته، بس يوم قلت اليوم نوتر وانا نايم نزله، فهمت؟ ما ادري فعلا. لا بالطف في واحد احسن، خل واحد شغل، خله. في موضوع والله اليوم عجبني اللي هو اللعن. فا يا اخي كنت بتكلم عنه، يوم تكلم عن محسن اقسم بالله ان الموضوع انه هادف وكثير ما تصير. جاهز من ربك. انا غير كذا بقول لك اللعن، يوم قال اللعن وطرده بعد ما رحمه الله. تخيل انا بلعن ابوك ولا بلعن ذا، ما تدري ان اللعنه اللي بلعنك اياها ترجع لابوي، ولو بلعنك تلعن. هو اختصر لك اياها، قال انه اللعن ما الحديث هو الطرد بعد من رحمه الله. رحمه الله. فكثير ترى بعض انه لا يكون شفيع يوم ترى يعني. اغلب الناس يلعن، ترى اغلب اللعن ما يكون يعني كذا هو يضحك، لا في وقت غضب. طبعا لا في ناس اخذينها عاده، مثلا انا سويت اي شيء عادي يلعن، لعبت يلعن، من كثر ما تعود الانسان على اللعن فعاده سيئه. يحاول واحد انه يقلل من قدر المستطاع. الحمد لله انا عادي، وقت غضب تطلع مني تدري شو تدري وش يعني هذا من انا انكر هالشيء انه كان عندي جرب. وانا لاعن زين، فلما تنضبط باشياء محدده والبرنامج يقيدك باشياء خلاص تبطل. والحين اقسم بالله هذه فتره معالجه، واحد يعالج نفسه. مرت فتره ما لعنت، الحمد لله هذا فضل من الله. شوف بقول لك شيء، احنا بدر الافضل من الشخص يبدا بنفسه قبل ان يغير من الناس حوله. فانت اذا بديت بنفسك وشفت انك انت في المجال هذا، انك مبدع يعني مو مسألة مبدع، انك انت مشيت في هذا المسار، او انك خلاص كان عندك عاده سيئه. انا قمت اكلج ما ادري ايش من تعب ولا ما ادري ايش زدنا باختصار شديد. اذا كان الشخص عنده عاده سيئه وغير هذه العاده السيئه الى شيء كويس، يقدر ينصح الناس فيها عشان تكون قدوه. بعض الناس لا يسوي حاجه سيئه وينصح عنها، من الفرض لو الشخص لعان حلو، مو بمسألة ابو زيد الله يعطيه العافية جزاه الله خير، ما ردت سمعت مني الله يلعنه كذا ابو زيد، يعني مو مسألة عشان لا احد يربط الكلام بالشخص. فاني اعطيك مثال، يعني واحد تلقاه يا الله يلعنه، هو بنفس الوقت ينصح الناس يقول ترى اللعن ومن اللي فهمت، هو نفس الطريقه باقي يلعن. فالافضل من الشخص انه قبل يكون قدوه. تخيل انه قبل يبدا باي شيء، الموضوع هذا قبل يبدا بشيء عزيزي قبل يبدا باي شيء او نصيحه، يشوف نفسه هل هو قدر يعدل من نفسه، يغير من نفسه، يغير اللي حوله. شوف هو الافضل انه يبدا بنفسه، بس طبعا ما يمنع انه ينصح غيره حتى لو كان واقع بال شو اسمه. بس وش نظرتك؟ اصبر، يعني بعض الناس الان يظن انه ما يتقبل النصح الا من شخص يعني ما عنده ذنوب وما عنده شيء، يعني شيخ. ترى في فرق بين الفتوى نعم لها اشخاص معينين. طيب ولا تكلم الفتوى الا العلماء. سؤال صريح. اصبر دقيقه، ما يتكلم وش اضافه مع الكلام. طيب انت الان تخطي في خطا وانا اشوفك بعيني. خليني اقول انا نظرتي لك وش خطا. شوف انت تسوي نفس هذا الخطا، تجي تنصحني عن هذا الخطا، فاوريدي ما راح اتقبل منك ذا الخطا. ليه ما راح؟ يعني انا لما تقول لي لا تسمع غواني زين، اسمع عزيزة، لما تقول لي انت اسلم ابو منصور لك. فالنصيحه مو بزي النصيحه، دقيقه، النصيحه مو بزي الفتوى. الفتوى مختصه على ناس معينين، مشايخ وطلبه علم والى اخره. هذه فتوى، ما يجوز الواحد يفتي من راسه حلو. لكن النصح لاي شخص، يعني عادي شخص ما عنده من العلم شيء بس يشوفك يدخن يقول ترى الدخان ما يجوز، ينصح عادي جدا. مو بلازم النصح انا ما اتكلم يجي من شخص مطوع. دقيقه، هذا الشيء الاول. الشيء الثاني، حتى لو كان عندي الذنب هذا انا قاعد اسويه، مثلا انا مثلا بمدخن مثلا حلو، واشوفك انت تدخن واجي انصحك، ترى مو بمعناته انه يعني صح انا ما قدرت اعالج نفسي، بس ودي لك الخير. مستحيل ما تقبل من فيه مدخنين يقبلوا مدخنين. حبيبي انا معك بالنقطه، انا معك الأفضل. بس انا وش نظرتي؟ دقيقه ناصر، بس انا اقول لك انه ما يتلعن انت كذا، تخلي الواحد ايش ما يبادر انه ينصح غيره عشان يقول ايش عنده شيء هذا خاف يستحقره. لا المقصد وش عزيز؟ دقيقه بجد، المقصد يا عزيز وش في الاختصار؟ انه تكون الرساله انه تكون افضل وتصل للشخص انت مسويها بسرعه. لا اذا ما كان يعني في فرق بين بطل الافضل، في فرق يقول انا كنت شخص كذا كذا لكن انا كنت افضل. حياك الله. شوف في فرق بين الافضل يا ناصر. لا انا غير لا يعني افضل انه شخص مثل نتكلم عن موضوع النصيحه، انا قلت انه افضل الشخص انه كان عنده عاده سيئه وعدل من نفسه، غير من نفسه، فهمت؟ يقدر ينصح الناس. طيب انا باخذ، فهمت علي؟ انا بسالك يا ابو منصور اسلم، لو بقول لك بطل اللعب وانت تشوفني كل شوي انا لاعن، لا رجع الموضوع
ايش نظرتك لي؟ عشان افضل ما يكون في تدخل. عيالي شوف النقطة. بغض النظر وش نظرة محمد ولا وش نظرة الناس؟ وش نظرتك أنت؟ أنا يا محمد. إيه لما أنا أقول لك بطل لعب وأنا كل شوي لعب، وش تناظرني بهالنظرة؟ أول شيء شوف لازم نعرف أن اللعب شيء سيء. صح. احنا نعرف وما يجوز وحرام. في بعض الأحيان حالة غضب. لحظة غضب. الغالب تكون لحظة غضب. لحظة يعني إنسان ما أنت مسيطر على مشاعره كذا. هو الافضل انك تبتعد عنها مره. لا بس انه صار تحاول مع الايام ان شاء الله اذا ركزت عليها انك ما تلعن. حلو. لكن اذا شفت مثلا واحد ينصح عن اللعن وهو يلعن يعني بدور العذر يعني مو بلازم يا اخوي اللي ما ينصح الا الانسان الكامل. حلو هذا كلامك. جميل انك تنصح حتى لو كنت تسوي بس الافضل من شخص من القلب وهي يمكنها من القلب. بس لما يلعن ولا يبي الناس يلعنون يمكنها من القلب هو بعد. بس ان الافضل الشخص ان يعدل من نفسه اول شيء بعدين يغير من حوله. شوف هذا الاختصار. هذا الاختصار. اسمع في فرق بين الافضل وبين انك تهمش الثاني. انتم تو على كلامكم انه تهمش الثاني تقول اذا صار عندك النقطه هذه او غلط هذا لا تنصح. يعني مو عادي انصح. ما له داعي مثلا اجي عند عبد الاله واقول له عبد الاله لا تلعن هو يقول يا اخي علم نفسك. ايش رايك بالنقطه دي؟ حلوه خليها يعدي. هذه مش الصدام. اي خذها هذه نقطتي وما عليه خليه يروح. على حسب النصيحه اذا قال لك علم نفسك يا يعني انك يعني نصحته قدام انت وصلت اللي عندك لا يعني ولا إيه لا من نفس انا بقول اذا قالها لو نصحته بينك وبين نفسه وقال علم نفسك هذه انت وصلت هذه مرة على رسول الله بلاغ المبين انت وصلت اللي عندك بلغته انه هذا الشيء غلط خلاص تقبل ما تقبل كيف بس يا بس في شغله الناس فاهمينها غلط يعني مثلا انا طايح لي مثلا في مصيبه او اسوي لي شغله غلط عرفت بس اني ما اقدر اني اتخلص منها وشفت فلان طاح فيها ورحت انصحه هذا من باب اني انا محب له ما بيطيح فيها معناته اني انا إني اذا اسويها انا هذا كلامي انا تو اقول له نفس الكلام والله محسن كلام طيب والله بس الاحسن يا ابو منصور يا اخي لك ساعه وانت والله محسن اول شيء من الافضل اني اعلم يا ابو منصور الاحسن انك كانت تغير في المجتمع شيء كويس فهمت لازم تبدا انت بنفسك بعدين تغير الناس اللي حولك فهمت علي فهذا الافضل ممكن كاني ما اقدر لو بقول لك شيء بقول لك شيء حبيبي لو بنصر بقول لك شيء لو انا كل يخطي عمرك نفس الخطا وينصح عن ذا الخطا كل بيطيح ما حد تغير في طيب ما تغير ما اقدر تغير بالعزيمه تقدر اصبر اصبر شوف كان مي بعزيمه ها وان كان فطور حلو اغلبها شوف عمرك ها كان فطور والله حلو بالنسبه لي عجبتني شوف الشباب في ايه اتوقع الوجيه ما عجبتني ناصر اسمع في ايه قوه العزيمه الله يسعدك اجي من بعدك طال عمرك اي والله ما شاء الله ناصر في ايه ترفيع عندي بس ازهر امورك اسلم عبد الله شوف كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا تمام يا اخي درر الولد ذا اقسم بالله كل يوم نكتشف يسخن ترى هو الحين يسخن اليوم اليوم عند اليوم عند الوقف والله ما عرفته شنو هذا يعني تعلمنا والله اسلم تعلمنا فهنا اذا تركنا كل واحد ترك يقول والله انا عندي السلبيه هذه ما ودي انهى الشخص هذا عن ذا كل واحد بيخلي الثاني وكلنا بنقع بالشيء هذا ويبيزود علينا وبيزود المجتمع ويخرب المجتمع كامل فهمت؟ والله ما عرفتك اي لكن اذا جيت انت وحاولت تغير انا مثلا شخص مدخن زي ما قلت لك تو وجيت لنفس شخص مدخن قلت له محسن يعني انا شكوي لله عندي الذنب هذا وبلي يعني الله يهدين يعني واحد عمره 20 سنه 30 سنه في التدخين يعني شايب كبير في التدخين ويجي شوف واحد تو بعدي واحد صغير عمرك تو طاح في الدخان يا ولدي ممتاز تكفى تدخل ليش هني الكلام اي لان هذا الشيء جرب وعانى منه بس وجاء صحك مو معناته يعني بس اسمع يا ناصر صحك معناته انه يحبك ما يبيك تطيح دقيقه محسن اخر نقطه ترى ما قلت هذا جاي ينصحني هو ما يشوف نفسه شوف انا ما قلت ترى انه الافضل انه اذا صرت انت مذنب تجي تنصح اكيد الافضل انك تبدا بنفسك بس ما نوقف عن النصح بسبب ان انا عندي شيء هذا بس احنا وين نوقف لا هو على كلامه تو انه يعني لا تنصح وانت عندك لا لا انا ما قلت لا تقولني شيء انا قلت لا شوف الافضل انك انت تعدل في نفسك اول شيء اول ناس ممتاز اللي يثنون على الشاهي اما حسن وعبد الله العساف ومنه الثاني منه الباقي ماجد وهي ست صح كم مجموع ست